إذن مشاهدينا، للحديث أكثر حول هذه المحاكمة الخاصة باغتيال السيد رفيق الحريري ينضم إلينا مباشرة من بيروت محمد يحيى، مدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط في لبنان. أرحب بك سيد محمد إذن على شاشة إكسترا نيوز. أبتدي معك إذن بسؤال عن كيف تعتقد تداعيات النطق بالحكم في هذه الجلسة اليوم والمحكمة الدولية الخاصة بالتحقيق في اغتيال الحريري، كيف ستكون الانعكاسات إن كان على المستوى السياسي أو حتى في الداخل اللبناني؟ هناك حالة ترقب في الشارع اللبناني لما سيسفر عنه جلسة النطق بالحكم الممتدة والتي ينتظر أن يعلن في ختامها عقب 3 ساعات من الآن الحكم النهائي الذي توصلت إليه المحكمة الدولية الخاصة بلبنان. كافة الأطراف والقوى السياسية، الشارع اللبناني يتابع عن كثب البث المباشر للجلسة، جلسة النطق بالحكم. ولكن كان هناك متغير، أو كان هناك قرار من جانب رئيس الحكومة السابق زعيم تيار المستقبل سعد الحريري، يعني يمكن القول تبريد الأجواء. سعد الحريري أصدر تعليمات واضحة لكافة عناصر والمنتسبين إلى تيار المستقبل، وأعطى تأكيدات إلى قيادة الجيش والقوى الأمنية اللبنانية أنه أيا كانت نتيجة الحكم الذي سيصدر عن المحكمة الدولية، فإن تيار المستقبل، إن كل مناصري ومن ينتمون والمحبين لآل الحريري لن يقدموا على أي. هنا نتساءل سيد محمد، يعني هل ستزيد الأحكام اليوم التي ستصدر من المحكمة من التوترات المتصاعدة أصلا في لبنان حتى بعد الانفجار الذي هز لبنان، انفجار مرفأ بيروت؟ هو بالفعل زي ما حضرتك قلتي، الوضع في لبنان بالغ التوتر وبالغ التعقيد. لبنان يشهد أزمة اقتصادية مالية نقدية معيشية بالغة التعقيد منذ فترة ليست بقصيرة، يضاف إليها الانفجار المدمر الذي وقع بميناء بيروت البحري في 4 أغسطس الجاري. ولهذا كان سعد الحريري زعيم تيار المستقبل حريصا على أن يعطي تطمينات إلى كافة الأطراف بأنه لن يتم استغلال ما سيفضي إليه الحكم الصادر عن المحكمة الدولية بأي شكل من خلال تحركات في الشارع أو خلاف ذلك. الحريري سيصدر بيانا في ختام الحكم يعلن فيه موقفه من الحكم، مع التأكيد على أنه سيلتزم بما سيفضي إليه الحكم أيا كان، سواء كان في صالحه أو على غير هواه. لأنه سيد، يعني تعقيبا على كلامك في هذه النقطة تحديدا سيد محمد، وحتى قبل انفجار المرفأ كان القادة السياسيين في لبنان يتخوفون بشكل كبير من تداعيات حكم المحكمة، إلا أن البعض أو الكثيرين في الشارع اللبناني يعولون اليوم على نقل السيد رفيق الحريري سعد الحريري، ويعولون على حكمته في ألا تذهب البلاد إلى يعني تجاذبات معينة أو إلى يعني حروب طائفية. كيف ترى هذا الموضوع من وجهة نظرك؟ صحيح، هو زي تقييم حضرتك صحيح ورؤية حضرتك صحيحة، لأنه بالفعل الشارع اللبناني يغلي. هناك أزمة كبيرة جدا، أزمة سياسية. نحن نتحدث عن فراغ حكومي، حكومة تصريف أعمال تقوم بتسيير الأعمال في أضيق نطاق اللي هي حكومة الدكتور حسان دياب. هناك أزمة سياسية في مسألة تشكيل الحكومة المستقبلة، لا يعرف من ذا الذي سيقوم بتشكيل الحكومة، ترأس وتأليف الحكومة المقبلة. أيضا هناك أزمة اقتصادية بالغة الحدة والعنف. ولهذا كان سعد الحريري حريص على أن يعطي التطمينات أنه لن يتم استغلال الحكم في أي تحركات من شأنها زيادة حدة الاضطراب الذي يمر به لبنان. أيضا قيادة تيار المستقبل بشكل عام، نوابه، من ينتمون إلى الكتلة النيابية لتيار المستقبل، أعطوا ذات الرسائل السياسية أنه لا يوجد هنا، لن يكون هناك استغلال للحكم في تأجيج التجاذبات السياسية وحالة الاضطراب أو إشعال فتنة طائفية ما بين الطوائف، لن يكون هناك هذا الأمر. ولكن هناك حالة من الترقب بطبيعة الحال لدى الشارع اللبناني بأكمله. المحكمة اليوم كان القسم الأول من جلسة النطق بالحكم يركز على السياق السياسي للأحداث وشبكة التحليل بيانات الاتصالات وأنماط الاتصالات. المحكمة قالت أنه ربما كان لسوريا وحزب الله دوافع لتصفية رفيق الحريري وحلفائه السياسيين
غير أنه لا يوجد دليل مباشر. طيب بالحديث عن المحكمة الدولية سيد محمد، قبل التطرق إلى موضوع سوريا وحزب الله، يعني هناك جدل وانقسام في لبنان حول موضوع مصداقية المحكمة الدولية. هناك من يرى في لبنان أن هذه المحكمة هي مسيسة يعني بطريقة أو بأخرى، إلا أن البعض الآخر يرى بأنها وسيلة محايدة بالفعل لإظهار الحقيقة والعدالة. كيف يرى الشعب اللبناني من وجهة نظرك يعني هذا الموضوع، وكيف تراه أنت؟ هو الجهة الوحيدة التي يمكن القول أنها شككت في المحكمة الدولية هو حزب الله. حزب الله قال منذ الوهلة الأولى أنه لا يعنيه ما سيصدر عن المحكمة الدولية خاصة بلبنان، وقبل أن يعلن قرار الاتهام في القضية. ولكن هناك موقف لافت للرئيس اللبناني ميشيل عون، كان هناك مواقف راسخة بطبيعة الحال لفريق قوى الرابع عشر من أزار الذي يتصدره تيار المستقبل ويضم أيضا الحزب التقدمي الاشتراكي، حزب القوات اللبنانية وآخرين، أنه يجب أن يحترم الحكم الذي سيصدر عن المحكمة الدولية. لا يمكن التشكيك في عملها لأنها خاضت فترة طويلة في عملية التحقيق والاستماع إلى الدفاع وتفنيد الأدلة والقرائن، ومن ثم لا يمكن التشكيك في كل هذه الأمور. وإذا تم مد الخط على استقامته فإنه لا أي محكمة بطبيعة الحال ستخضع للتشكيك. ومن ثم كان هناك رأي يعني لمعظم، مش كافة، معظم القوى السياسية اللبنانية أنه يجب احترام حكم المحكمة، يجب احترام سير عملية المحاكمة التي امتدت لفترة طويلة. نحن نتحدث عن المحكمة بدأت منذ عام 2009، 11 سنة 2007. طيب وأيضا هناك تصريحات لميشيل عون قال فيها بأن العدالة المتأخرة ليست بعدالة. هل تعتقد أنه يعني بعد صدور القرار اليوم، هل ما زال يهتم اللبنانيون اليوم لهذا الحكم بعد مرور كل هذه الفترة الطويلة 15 عاما، وبعد كل الأزمات التي يعانيها لبنان، يعني إن كان سياسيا أمنيا اجتماعيا، وبعد الانفجار الذي هز لبنان؟ طيب تصريح الرئيس ميشيل عون في شأن أن العدالة المتأخرة ليست بعدالة كان في سياق التحقيقات المتعلقة بانفجار ميناء بيروت البحري. الرئيس ميشيل عون قال لمجموعة من الصحفيين كنا حاضرين في هذا اللقاء أنه حريص على أن تكون هناك عدالة ناجزة، أن يقدم المتهمون المسؤولون عن التفجير الذي وقع بميناء بيروت البحري على نحو ناجز، وأن تصدر هناك أن يصدر حكم عادل وناجز بحقهم. هذا هو السياق الذي صدر على أساسه تصريحات الرئيس ميشيل عون، كان يتعلق بانفجار ميناء بيروت البحري. الجزء الآخر من سؤال حضرتك المتعلق باهتمام الشارع اللبناني، بالفعل هناك اهتمام كبير على الرغم من مضي مدة طويلة تتمثل في 15 سنة. نحن نتحدث عن انفجار وقع في شهر فبراير 2005، ولكن لا يزال هناك اهتمام كبير لمعرفة ملابسات وأسباب وقوع الانفجار، من هم المسؤولون عن عملية الاغتيال التي أودت بحياة الرئيس الراحل، رئيس الوزراء الراحل رفيق الحريري وشخصيات سياسية أخرى. الانفجار أدى إلى مقتل 22 شخصا إلى جانب 226 آخرين أصيبوا جرائه، وكان انفجارا عنيفا وكبيرا تسبب في تداعيات سياسية كبيرة في لبنان. ولهذا وبالرغم من مضي هذه المدة الطويلة، لا يزال هناك اهتمام كبير ولافت وملحوظ في الشارع اللبناني لما سيفضي إليه الحكم وما ستنتهي إليه المحكمة. طيب يعني حتى الآن سيد محمد لا يعرف شيء عن مكان هؤلاء المتهمين، لم يظهروا إلى الإعلام ولا مرة يعني، ولم يقوموا بأي تصريح، حتى أنهم يعني لم يكن هناك نوع من أنواع الاتصال بينهم وبين المحاميين الذين وكلتهم المحكمة. اليوم ماذا في حال ظهر أحد هؤلاء يعني في خلال النظر في هذه القضية؟ هل من حقهم المطالبة بإعادة المحاكمة أو حتى استئناف الحكم؟ هو الحكم الذي سيصدر أيا ما كان هذا الحكم خاضع للاستئناف أمام درجة ثانية أمام ذات المحكمة. المتهمون الأربعة، نحن كنا نتحدث عن خمسة متهمين، ولكن مصطفى بدر الدين وهو أحد القيادات العسكرية البارزة بحزب الله اغتيل في تفجير استهدف مركز لحزب الله داخل سوريا في شهر مايو 2016. المتهمون الأربعة الآخرون سليم عياش وحسن مرعي
وحسين عنيسي وأسد حسن صبرة يخضعون بالفعل كما تفضلت حضرتك لمحاكمة غيابية، حضر عنهم محامون وكلتهم المحكمة باعتبار أن العملية الإجرائية للمحاكمة تتطلب أن يكون هناك من يفند أدلة الاتهام، ولكن إذا ما ظهر أحد المتهمين بطبيعة الحال سيترتب على هذا الأمر إعادة إجراءات، ولكن لا يعتقد، أنا لا أعتقد في تقدير الشخصي أن أحدا من المتهمين سيظهر، المتهمون اختفوا تماما وتواروا عن الأنظار منذ سنوات بعيدة، لا يعرف أحد أين هم مختبئون، هل هم على قيد الحياة أم لا. الشيء الوحيد المؤكد، طب إذن عند هذه النقطة سيد محمد، يعني في حال الإدانة إذن كيف ستكون آلية تنفيذ قرارات المحكمة؟ هم يحاكمون حاليا غيابيا غيابيا صحيح، ومن ثم إلقاء القبض على أي من المتهمين أو جميع المتهمين سيترتب عليه بطبيعة الحال إن حدث هذا الأمر وهو أمر مستبعد أن تكون هناك إعادة إجراءات للمحاكمة بشكل أو بآخر. لا تزال هناك فرصة استئناف بطبيعة الحال، المدعي العام أمام المحكمة إذا برئ المتهمون الأربعة سيقوم بطبيعة الحال باستئناف الحكم أمام الدرجة الأعلى محكمة الاستئناف بداخل المحكمة، إذا أدين المتهمون بالقطع سيقوم فريق الدفاع المكلف بتولي مهمة الدفاع عنهم باستئناف الحكم أمام المحكمة الأعلى، ينتظر أن يصدر الحكم خلال أقل من 3 ساعات من الآن في أعقاب عملية استعراض الأدلة والقرائن والخلاصات التي توصلت إليها المحكمة والذي يتم استعراضها حاليا. نعم، أريد أن أشكرك شكرا جزيلا أستاذ محمد يحيى مدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط، كنت معنا مباشرة من بيروت.